ليه؟ دونك تحت الياو ثم أرض فيها روجيستر وفيها برشا حكايات. باهي ترى نجربو نعملو اوتنتيفيكاسيون. الكود نتاعنا يدور جيست نراو لوتنتيفيكاسيون شنو بالضبط تعطينا. ما عندناش يوزر موجودة دونك باش نرجعو للي فيشي دو ميغراسيون. فيشي دو ميغراسيون هما اللي باش يعملو لك الباز دو دوني. نرجع داتابيز. في الداتابيز شو عندي؟ عندي دي فيشي دو ميغراسيون كريي بار ديفو. دونك باش نلقى يوزر باش يصنع لي اول شيء جو دوا كريي اون باز دوني. الباز دوني ماهيش كريي واللوغين والباسورد وكل شيء يسون معناها يسون بري ديفينيين. فهمتوا الكود نتاعهم يدور جيست يلفو انيسياليزي الباز دوني. باه شنو باش نسميها الباز؟ باش نمشي على لاراغون كليك دروات ماي اس كي ال نمشي للاوبسيون الثانيه ما نمشيش الباج بي اش بي مي ادمين. سيت اون ابليكاسيون حاضره ليجي خفيفه. دونك عندك الروت تنجم ديفيني لها المود باس نتاعها اوفرير. باش نصنع اون باز دو دوني جديده باش نسميها فورماسيون مثلا. فورماسيون باه الفورماسيون هذه وقت اللي لازمني جي اكزيكيت ستركتور نتاع الباز دوني اش لازمني؟ لازمني اون سورس دو دوني. دونك نمشي باش نلقى السورس نتاعي فرد نيفو هي والاب. دونك نسكرها منهم الكل نلقى في الفيشي اونف انفيرونمون لي فاريابل دونفيرونمون بليتو لو فيشي دو كونفيغوراسيون برينسيبال. دونك انا داتابيز باش نقول له فورماسيون 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 افيك اس افيك اس بيت والباسورد روت والدي بي باسورد. DB password c'est quoi? Nora l'aragon, c'est le mot de passe. Ça marche, hein? La machine, ça, il y a une machine, elle donne un mot de passe. Hein? Chacun a un mot de passe. Route, normalement, route. Route, route. Route. باه نرجع للكونسول تيرمينال. هذايا تيرمينال نتاعي باش نوقف ليكزيكيسيون كونترول سي. نعمل بي اش بي ارتيزنت ميغريت يعمل لي كرياسيون تاع الباز دوني. دونك نمشي للباز دوني نعمل ريفريش نعمل اف 5 على ريفريش نلقى عندي دي فيشي دي تابل يستعملهم هو معناها بار ديفو وعندي تابل يوزر ديجا كري. دونك هذه هي تابل يوزر نعمل دوبل كليك عليها نشوف لي دوني نتاعها فارغه. نشوف الستركتور عندي النوم الايميل لي شون هذوما فيريفي الباسورد التيب نتاعها شون دو كاركتير يعني لي كولون اللي هو رماهم في الفيشي دو ميغراسيون داتابيز ميغريشن في اليوزر. دونك هو عنده هنا نيم دو تيب سترينغ الايميل سترينغ يونيك ما يتعوضش الباسورد سترينغ اوكي تامب ستامب هذيا باش تصنع لك دي شون في وسط الباس باش تصنع لك كريتد ات و ابديتد ات. باه كيفاش باش ندخل انا لازمني ندخل معناها يوزر جديد لازمني نعمل نمشي للراوت ريجيستر يفو ديماري لو سيرفر. نرجع نمشي للريجيستر ريتيل ريجيستر باش نخدم نفس الفازا كيما في اللوجين باش تقعد لي ديما في نفس التومبليت لازمني. دونك نمشي لل تحت الريسورس فيو الاوت اش عندي في الاوت عندي ريجيستر اللوجين اش عملنا هنا ناخذ هذه هي بدا نمشي للريجيستر
نخلي نحي نخلي كان هذيا، خلي كان الكونتينيو نتاع الباج ونفسخ الاخر، نعمل ريفريش باش يظهر يقعد لي ديما التومبليت يظهر. نزيدو دونك هيك الكونديسيون اللي عملناها في ال الباج نتاع باج ويلكم هي اللي خليت الديزاين دونك هيك نخلي هذه الكونتنت دونك دونك اذا ديفيرون نقولو اذا ديفيرون إذا إيجال إيجال فيت نعمل كوم سا، سينون سينون ديفيرون دو فيت نعمل كوم سا، سينون نعمل ستاتيستيك ريجيستر. دونك هذا الريجيستر نتاعي باش نقول مثال سي اش تي ام دي الادريس ايميل ما عنديش تو سي اش تي ام دي باسورد سي ام دي confirmation اونتر هي ريجيستر. دونك ريجيستر وين مشى هنا؟ مشى للهوم، مشى للهوم بعد لوثنتيفيكاسيون. يعني هذيا وين منين يجي فيها من الاب نورمالمون من اللي اوت لي اوت، حل الدوسي لي اوت في الفيشي اب، كي نعمل كنترول ا سيبريمي تظهر لي باج فيرغا. سيكو هذه هي الباج بعد لوثنتيفيكاسيون. با امبورت توي كما زلت ما نعرفش اسكو سي تون ادمينستراتور سي تون سي كوا معناها سي تون كليون سي تون تكنيسيان. دونك شنو نعمل في الكا هذيا؟ في الكا هذي باش ديجا عندي الكونتنت انا، ديجا عندي الكونتنت نورمالمون واش باش نكستاندي تو شنو باش نكستاندي ديما لازمش هذي باج وحدها، لازم ديما نخدمو على الباج برينسيبال اللي هي هذي شنو باش تولينا شنو باش تولي هذي لوغين ريجيستر. ناخذ كوبي عليها، ناخذ كوبي عليها ونرميوها في ال كوبي هذي باش نرميوها في الادمي كلها باه. الاب هذيا باه كيفاش باش نمشيو للسيكسيون هذي؟ لازمني ناخذ نمشي ناخذ للويلكم، هي بيدا باش نعملها كوبي كولي براتيكمون، اما في شيء اسمه اب ديجا فيه كونتنت. دونك نعمل ريفريش، هو تو ما يعرفش شنو هي وين الدوسي اللي باش يرجعو وين باش يكستاندي. لازمني هنا كي قلتلو ريجيستر، كي عملت ريجيستر وين مشى هو؟ في كل راوت مشى للهوم. دونك انا في الهوم مش لازمني نرجع، نرجع الاب اللي موجوده في الادمين. يعني نهزو هذو لي باج بور لو مومون، نهزوهم نرميهم في الادمين، في الادمين نحي هذي ما حشتش فيها، نرمي جديده خاطر هذيك الدوسي موديفيناه باه. شناقصني تو؟ دونك هذي الباج برانسيبال نتاعي بعد لوثنتيفيكاسيون، اش باش نعمل تو؟ نمشي لل الاب، الاب وين موجوده؟ هذي الاب، نعمل ريفريش ترا اش يعطيني هون به، مازال يشوف في التومبليت القديم. علاش؟ خاطر هو في شكون يرجع لي الباج هون؟ هو الكونترولور نورمالمون، كونترولور وين موجود؟ في الدوسي اب تحت ال HTTP. نمشي كونترولور، نمشي كونترولور
نلقى ان فيشي كنترولر. هوم كنترولر هذا يكسيدي لي وقتاش؟ وقت اللي تبدا انت اوتنتيفي. يمشي للفيو، يرجع في الفيو هوم. ديجا هو قاعد يرجع في الفيو هوم، يعني يرجع في الباج هوم اللي موجوده تحت الفيو. دونك كي نعمل انا كراه مثال نقول له دي دي اريتي وقف لي ليكزيكسيون في مش نافيشي هوم كنترولر، نقول له راهي لاكسيون هي اندكس ات اندكس، باش نراو اسكي هو قاعد يكسيدي للباج هذي ولا واضحة او كافيش لنا المساج. دونك انا شبيش نرجع هنا، شبيش نرجع شو نقول له ريتيرن فيو وين موجودة؟ مش هون، باش تولي لي اب اسمها الفيشي موجود في الادمين لي اوت لي اوت بون ادمين تحت الدوسي. دونك لي اوت لي اوت تحت الدوسي ادمين اي في الفيشي في الفيشي اب. نعمل ريفريش باهي. علاش ما نجمش هو يوصل للكونتنت؟ علاش ما نجمش؟ دونك نمشي للاب، عنده الهيدر وعنده الامور هذيا. ايش نقصد دونك؟ ايش نقصد دونك؟ اذا ديفيرون دو فيت يعطيني كونتنت، سينو لازم تزيد الكونتنت في الاب. اي نزيد الكونتنت في الاب، هي هذه ديجا قاعد قاعد يمكن ما يحبش كونديسيوني. دونك ترى هيك هذه نعمل هكا كوم سا، وهذه ستاتستيك تنقول لك نخليوها تكستاندي من 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 الاب، تولي تكستاندي من الاب. باه ما نساوش احنا لي زيكستنسيون ما بدلناهمش، راهو هذه في الباج هنا لي زيكستنسيون يخدموا على الويلكم، ما يخدموش على الادمين، لازمنا نثبتوها. ترى ما وصلش كونتنت. دونك الهوم نتاعي، دونك هو باش يرجع باج هوم هكا ولا يعني هنا هو اش عمل لي؟ دقيقة اش عمل لي هو؟ رجع هوم. الهوم وين موجودة؟ موجودة في الفيو، موجودة جيست تحت الفيو، هذا الكل يتسكر جيست تحت الفيو. هاي هوم. دونك اش نعمل انا هنا؟ مش نرجع نورمالمون، مش نرجع ستاتيستيك نورمالمون، مش نرجع داشبورد. اوكي دونك في السيكسيون، دونك هو هنا باش يكسيدي كي الباج، باش يكسيدي اللي اوت ادمين بوان اب، باش يمشي للادمين بوان اب ويرجع لي الباج هذيا في سيكسيون كونتنت. يعاود يعمل يعاود يعمل يرجع هذيا. شنو باش يعمل؟ شنو يجي يرجع لنا باج ستاتيستيك؟ يعني هذه نجم نردوها، نجمو نكومونتيوها، ما حشتيش بيها هذه تو بور لو مومون. نعمل كومونتير عليها، نتبع بار لي ميساج، نرى كاسكي فا روتورني. نعطي ميساج مثال باج داشبورد داشبورد. هاكا ديجا جابها.
دونك انا باش نرمي فيها هذه نورمالمون باش نرمي فيها ات انكلود انكلود باش ناخذ الباج باج داشبورد دونك الداشبورد هي احنا ديجا سيبريمينا هذه دونك تولي لي ستاتيستيك ناخذ ستاتيستيك هي الباج برينسيبال نتاعي كي ندخل نلقى دي ستاتيستيك ستاتيستيك وين موجودة في باج لي اوت بون بيج بون ادمين بون بيج بون ستاتيستيك واضح دونك هذه بعد لوثنتيفيكاسيون هذه بعد لوثنتيفيكاسيون باش نزيدو نافيشيو المنيو هنا لازمنا نعملو افيشاج نتاع المنيو شنو اللي مسكيناه احنا في الويلكم نحينا المنيو وين موجود دونك نرجع للباج هوم باج هوم دونك رجعت لهم الانفينيتي من اب الاب اش لازم تكون عندها انكليزيون تاع منيو يعني المنيو خليناه هنا كي نرجع للسيت نرجع للسيت دونك هذا هو المنيو الموجود في الهيدر فوق سايد بار موجود في كل باج سكرول سايد بار اللي هو موجود في كل باج في كل ديب معناها هذه سايد بار موجود في الاب مين يعني هنا في الاب مين دونك انا نعيط للاب مين هنا فما شي اب مين هذه الاب مين نورمالمون موجود بعد الاب مين دونك هذا هو هذا اللي لازمنا نعيطو له يعني نعملو ات انكلود نمشي لل دونك المنيو هذا باش نخليوه في الانكلود باش نحولوه في الانكلود دونك يولي لي في الاب نتاع شكون نتاع الادمين باش نمشي نقول له انكلودي لي الباج اللي موجوده في اللي اوت بوان ادمين point include point app sidebar layout point admin point admin point include point app sidebar l'affichier n'y aura pas يعطينا في السيرفر باه او كان المنيو هذا هو اللي يظهر لنا ان طونك معناها بعد لوثنتيفيكاسيون بعد ما دخلت للداشبورد نتاعي باه نجمو نزيدو باش نخليو اخر ناف بار نخرجو دونك من الباج في الاخر الباج انا ريالمون ما عادش حاجتي بيها نخلي لي زينكلود الكلهم في الانكلود دونك عندي الهيدر الباج باش نرمي فيها ستاتيستيك وحكايات كيما هكا خليها هذه هكا نمشي نلوج عليهم هذوما
كنترول باج فوتو نكلوب باج اب ميك اللي هي درتو لي هي ادمين مش بنعمل ديريكت انكلود راه مادامنا في الدوسيي نشوفوهم لي دوسيي دونك نكلوب déjà ma refresh donc le point de il est inactivé donc page admin layout point admin point include copier include point photo. Include app sidebar. Point good. App sidebar. Donc, c'est le menu de l'administrateur. Admin. Admin dashboard. Ça me suffit jusqu'à maintenant des questions, je m'en. Ya Mohamed, ya Safwan, ya Fatma. Bien. تويكا احنا عملنا ريجيستر نورمالمون ريجيستر هذيا في اليوزر كي نمشي اليوزر نعمل اف 5 نلقى اليوزر موجود ريت نجمو ما نرجعوش للباز دوني وفي الكونسول اش نعملو نمشيو لل نستعملو اوتي انستالي مع لارافيل تابع لارافيل يعني تابع البروجي لارافيل نكسيديو لل Tinker, PHP Artisan Tinker. Donc Tinker est déchiré. Et quand même, on va faire une console pour la prochaine. PHP Artisan Tinker. Donc nous je nomme l'app User. On est à fini tous les utilisateurs. Y a-t-il mieux? Y a-t-il réellement un abattu qui a porté le code et les contrôleurs pour nous stable? نستعمل الموديل الموديل هما لي كلاس اللي موجودين تحت الدوسي تحت الدوسي اب كي نسكر لي دوسي الكل كي نسكر لي دوسي الكل نلقى الاب تحت الدوسي ديريكتومون تنجم تخليه انت في نيم سبيس في دوسي واحد اخر تروغلوبي ولا تخليه كوم سا مي انت تخيل انت عندك 20 ولا 30 تابع موديل هذو ملي في شير كول باش تقعد انت تهبط تطلع وتهبط تطلع وتهبط يعني حاولوا ديما تورغانيزيو الماكسيموم باه تويكا اش باش نعمل انا نجمش نعمل افيشاج نتاع الليست دي زيتيليزاتور نستعمل مثال داتا تيبل ولا حاجه والا اقبل هذا نجمش نعمل كيلكو روكيت كلك روكات بغلات هذيا نجم مثال نصنع يوزر جديد نعمل اب يوزر كرييت نعطي تابلو اسوسياتيف نعطي ان تابلو اسوسياتيف ونجيب لي زانفورماسيون اوبليغاتوار دونك نايم مثال باش نقول ريم فيرغيل نعطي ان تابلو اسوسياتيف ايميل اوبليغاتوار ريكوايرد في الباز داني ايميل باش نقول مثال ريم اتياهو .fr سكرو فيرجيل
نيم ايميل باسورد باسورد باش نقول باش نستعمل ان فونكسيون كي كريبت الباسورد نتاعي ريم. دونك مود باس نتاعي هي ريم، مود باس ريم. اسكو سا مارش هذيا ولا باش نتيستي اونتري اونتري هاكا سمحولي. وعطاه اي دي، وعطاه اي دي، يعني كي نعمل هنا روكيت نقول له لي ستيل لي زيتيليزاتور باش نلقاهم. باه هيك نعملو مثال روكيت نتاع فيلتراش. دونك نعمل اب يوزر، والا قبل فيلتراش نجمش نجينيري قداش من ايتيليزاتور فرد مرة. نجمش نصنع بليزيور ايتيليزاتور او ميم طون. نجمو يعطينا هو كلاس اسمها فاكتوري، خليني نصنع بليزيور ايتيليزاتور او ميم طون. كلاس باش نشوفها. دونك نقول له اب يوزر شوفوا روكيت نعمل بوتيت ريشيرش يوزر فاكتوري. دونك هذا سيت اوفيسيال نجم يقول لك عندك ان كلاس فاكتوري بري ديفيني. دونك نثبتوها احنا، نمشيو للتابل، نمشيو لل داتابيز، نلقى عنده سي فاكتوري يوزر فاكتوري. يوزر فاكتوري هذه اللي نفوها لانسيناها احنا، باش تنجم تصنع لك يوزر بالمود باس هذيا. دونك يوزر الجينير هو اللي جينيريه من عنده هو فيكر، يستعمل ان انستانس نتاع كلاس كي جينير ان نيم ايميل. اوكي نجمشي انا ما حاجتيش بالجيست نشارجي الباز ورا، هذا اش حاجتي بيها. فماشي ان كوموند نجم نستعملها بور جينيري ان فاكتوري، بور اكزيكيتي بليزيور، معناها بور انسيري بليزيور اليمون في الباز. باه دونك باش نقول انا ينقل اد يوزرز فاكتور. باه ثم ان كومونت فاكتور ديفاين. دونك هذه الفاكتوري نتاعنا، فاكتوري كريت، الآن نستعملو هاذيا، دونك باش نعملو كونسول، آب يوزر كلاس، نقولو صنعلي 20 يوزر، كريت، أونتري، دونك باش نعملو هو شارجيلي باز دوني، أفيك بليزيور ليني. هيتو عمل لي رونك ميساج اوتوماتيك، ما نقعدش كي نبدا عندي دي تابل دو باز، ما نقعدش نشارجي بي دي نخدم بي دي بي دي. كان على الاول نتيستي لي زانسيرسيون وكل شيء، مي وقت اللي حاجتي باش نموديفي وحاجتي باش نعمل ريشيرش وكل شيء ونفيشي في داتا تيبل، ماذا بيا نعمل رونك ميساج اوتوماتيك. باه نجم شي مثال جافيش لي جو ريكيبير ان يوزر، نجم نعمل اب يوزر فايند فايند مثال ديسوندور، ها قدامنا ديسوندور. دونك كي نعمل ريشيرش بار كلي بريمير، هذي الاي دي هي الكلي بريمير، دونك هو يستعمل فايند فايند ترجعلي اوبجي اوبجي جيزون. باه كي نعمل انا اب هي بدا الانستركسيون، ونقول له وير اي دي هذه باش ياخذ لي دي سوندور.
باهي وير هذه فلاش جات، فلاش جات. دونك هنا لو كان لاحظتو رجعلي ان تابلو، هنا ما رجعليش تابلو في الفايند، يرجعلي يخدم على الكلي بريمير، يرجعلي لوبجي موديل، لوبجي ميديل الموديل. لهنا يرجعلي ان تابلو دو موديل ريت اب يوزر لي زيليمون اللي ما بين اكولاد، ما بين لي دو اكولاد سو سون دي موديل يوزر. دونك اذا نستعمل جيت نجم نباركوري، نجم نباركوري علاش؟ على خاطر سي ان تابلو. اذا نستعمل فايند راني باش نرجع ان سيل اوبجي، نجم نافيشي ما نجمش نباركوري. باه فماشي سوليسيون. الفايند وقت اللي نعطيها الفايند وقت اللي نعطيها حاجه انكوريكت، انكوريكت مثال نعطيها فالور 203 ماهيش موجوده في الفايند 203، شيعطيني يعطيني نيل. الوغ كو هنا كاسكي فا روتورني 3 يعطيني ان تابلو فيد. باه فما اون فونكسيون اخرى اللي اللي تج في لي دو كا هنا ما عطانيش حتى اكسبسيون، ايرور معناها ايرور غراف توقف لي ليكزيكسيون. مي هنا كي نعمل وير اوكي نقولو في عاود جيت نقولو فيرست، نعرف اللي انا شيرشيت بار كلي بريمير دونك باش نقولو فيرست اور فيل، فيرست اور فيل. اش معناها فيرست اور فيل؟ يعني يا تعطيني ليليمون يا ترجع لي فايند، فايند مش فيرست، فايند اور فيل. دونك تو فيو ارجيومنت بيرد اكسبشن اند فايند. دونك هذه افيك سون اس تفلو. نرجع للدوكيومونطاسيون شنو باش يقول لي. نجي نرجع لل تيمبر يا ايلوكونت، نمشي نشارشي فيرست فيرست باور فين تمشي لل من للوير ستارت اب ريتريفينغ موديل فايند اور فيل، فايند اور فيل دونك من غير وير، نستعمل فايند اور فيل من غير وير. دونك نرجع نحيا الوير. يعني مش باش تقول له انت هنا باش تقول له اذا ما لقيتش لانسي اكسبسيون، اذا ما لقيتش 300 200 رجع لي ار سنتاكس. دونك نحيو ديال كومسا نو كويري ريزالت فور موديل، هذه هي ليكسيبسيون تاعنا. دونك فيرست اور فيل، فيرست فايند اور فيل، رجعنا نفس الرقم فايند مش فيرست، فايند اور فيل. فيرست وقتاش نستعملوها؟ فيرست تبدا عندي وير، تبدا عندي وير خاطر انت تي بو ريكيبي هذه الوير باش ترجع لك ان تابلو. كي تقول له فيرست اور فيل يا ترجع لي ايليمون الاول، يا يعرف هو يعني التيست سير لا كلي بريمير، التيست على كلي بريمير يرجع بحاجه المهم يونيك، يعني عند الكونترانت يونيك ما تتعاودش، نيل ولا مش نيل ما يهمنيش فيها، المهم تكون ما تتعاودش. يعني يعرف اللي هو ما عنده ما يباركوري باش يعمل وير ويجيب، ما يجيبش يستعمل فايند هنا خاطر عنده ماهيش كلي بريمير، الشون هذي مش كلي بريمير. دونك يستعمل هذيا باش يريكيبيري ان سول اليمون من الباز. فيرست اور فيل يعني فيرست على التابلو، هنا مش يجيب من التابلو لكرومي اليمون. دونك كي نعمل هنا وير هنا باش يعطيني نورمالمون لو ميم ميساج. دونك نعمل وير، نرجع للكونديسيون تاع الساعة وير صحيحة، فيرست تعاود فايند ونقولو فيرست اور فيل. ريت هذايا الكل اللي نعملو فيه باش براتيكمون هذا باش نعيطولو في الكونترولور. يعني انت لازمك تكون معناها باهية في
به في الانتروغاسيون سورتو في الحوايج في لي روكيت امبريكي وكل شيء لازم تستعمل تخرج من الديفلوبمون وتمشي للتينكر تيست لي روكيت نتاعك ساعات تقعد تصلح انت في الكود ويطلع لك الكود مشكلته في الباز دو في الروكيت مش مشكله في الكود اللي كتبته انت مشكله في الباز دوني معناها لاكسي الباز دوني باه توا نجم شي ميتين نعمل جوانتير باغ اكزومبل نجم نعمل اب ولا وير اي نعرف روكيت ميتين كونديسيوني اوترومون نقول له اب اعطيني يا يوزر وير ان ميتين وير ان كوا الاي دي موجود في كل تابلو في 1,2,3 donc ID c'est un tableau associatif donc where in ID في list نتاع valeur flash get donc chatani parenthèse قال لي نقصا parenthèse virgule virgule donc une expérience qui forme pour virgule crochet n'est pas كوليكسيون لازم تكون كوليكسيون واضح دونك انا عندي اي دي وير ان كيما نقولوا اعطيني لي يوزر اي دي ان سيليكت اي دي وير اي دي ان اند